صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه. فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال. يأتي مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان وأحد كوادر الهيئة خلال مشاركته في مسيرة ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية، وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين. من جانبها أدانت وزارة الخارجية المتربين الفلسطينية تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، والتي ادعى خلالها أن بلدة حوارة جزء من إسرائيل. عام الإيسيسكو للشباب، رئيس محاكاة فلسطين، إطلاق مبادرات ابتكارية ومناقشات حوارية. قال عبد الغني الدكروري رئيس المجلس التنفيذي بالمحاكاة من دولة فلسطين إن رئاسة فلسطين للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو تحظى بالرعاية والدعم من أعلى المستويات السياسية في فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس. وأضاف الدكروري خلال كلمته في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب إن إطلاق هذا المؤتمر يأتي مع إطلاق مبادرات ابتكارية وإبداعية لجيل شباب دول العالم الإسلامي. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري بأن الوزير سامح شكري بدأ في سياق متصل. أكد أبو زيد أن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين.